يخص مدينة سطيف، فمدينة سطيف تعتبر كمدينة نموذجية لأنها استفادت من مشروع إعادة تأهيل شبكة التوزيع، أين تم تأهيل ما يقارب 20 كيلومتر من الشبكة، ومست هذه العملية 30 قطاع، وين نسبة التسربات تراجعت بنسبة كبيرة. ما نلاحظوه يعني ويلاحظوا المواطن الصطيفي في تراجع نسبة التسربات من خلال الشكاوى اللي نتلقاوها يوميا، على سواء على مستوى صفحتنا التواصل الاجتماعي صفحة الفيسبوك أو على مستوى مركز الاستقبال الهاتفي العمليات الجزائر المياه اللي هو على الرقم الأخضر اللي هو 1593. وإحنا من هذا المنبر وحتى المديرية العامة أطلقت هذه الحملة لأنه الجميع يجب أن يكون الجميع تتكتف الجهود، سواء من طرف مؤسسات الدولة أو من طرف الساكنة والمواطنين، نتكاثفوا للمحافظة على هذه المياه خاصة في هذه الفترة.